مهندس. مش هينفع الا مدرس. مش هينفع الا مدرس. لا طماع ولا اناني. لا طماع ولا اناني. عايز بس اربي ولادي. عايز بس اربي ولادي. بسأل حضرتك، خريج تربية ممكن يشتغل ايه يا فندم؟ ممكن يشتغل ايه خريج تربية؟ مدرس، ملوش غير مدرس، احنا بنشتغل في كل المجالات وتعبنا من كتر المجالات، عايزين نأمن مستقبلنا ومستقبل عيالنا، الوقفة دي جاية عشان عيالنا مش عشاننا احنا، احنا جايين نشوف حل عيالنا. فكفاية كده لحد كده يعني، احنا ظلمنا كتير، لازم ناخد حقوقنا بقى. هو التربية ملوش الا مدرس، كل المجالات ملكاش الا مدرس، فعايزين يشوف لنا حل في موضوع القدامى الخريجين دول، لا اما يعمل لهم يعيد التكليف تاني، يا اما ياخدهم على مراحل ويخلص لهم التعيين بتاعهم. احنا طبعا لا ما قدمناش بصراحة شكوى للرئيس السيسي، بس احنا من هنا بنشده ان يحطنا بعين الاعتبار، لان احنا فعلا كلنا محتاجين التعيين. احنا ظروفنا مش كويسة، اللي شغال فينا في محل حلويات، واللي في سنترال، واللي في الموبيليا، واللي شغالة في حضانة، عشان نوفر القوت الضروري لأولادنا، ومحتاجين معاش وتأمين صحي. يعني احنا من حقنا زي ما تعبنا في الكلية، من حقنا ان الحكومة تقدرنا. احنا اللي بنعلم الأجيال. لما المدرس كده بيتهاني الإهانة دي، مين اللي يتعامل كويس؟ احنا اللي بنربي الأجيال، فإذا حسنا بإهانة مش هنقدر نربي جيل ناشئ سليم. احنا مش هنبطل وقفات لغايه ما ناخد حقنا. احنا مش هنبطل، احنا عايزين يمشوا علينا قانون 155 لسنه 2007 ان تبقى المسابقه بالتقدير. احنا بنطالب ان المسابقه تتقسم لشريحتين، قدامى الخريجين ما قبل 2007 يتعينوا بدون استثناء وبدون شروط، لان ده حقنا. واذا كنا سكتنا احنا كنا في زمن فاسد، لا كنا نقدر نتكلم ولا كنا نقدر نعمل وقفه ولا مظاهره، وحتى لو اتكلمنا ما كانش حد بياخد منا. وكنا وقدمنا في مسابقات وقدمنا في الادارات، اللي تعين يا اما بالواسطه يا اما بالرشوه. فاحنا محتاجين العداله الاجتماعيه. اللي مش عايز يدفع رشوه او اللي مش قادر يدفع رشوه واللي مالوش واسطه يعمل ايه؟ نروح فين؟ طماع ولا اناني. لا طماع ولا اناني. لا طماع ولا اناني. لا طماع ولا اناني. عايز بس يا رب عيالي. 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 آسف جدا يا وزير. آسف جدا يا وزير. آسف جدا يا وزير. آسف جدا يا وزير. لازم تغيير المعايير. لازم تغيير المعايير. لازم تغيير المعايير. لازم تغيير المعايير.